انت ماشي في مصر تلاقي اماكن حلوه طول ما انت ماشي. يعني احنا دخلنا شارع المعز قعدنا نروح ونيجي فيه ونروح ونيجي فيه ولسه ما صورناش ربعه. واحنا هنا في باب الخلق صورنا حاجات كتير جدا. احنا على شمالنا هنا مديريه امن القاهره، ثم دي محكمه جنوب القاهره، دي محكمه يا راضي اصحى معايا قاعد تهزر انت. المحكمه ديت احنا عشنا فيها شبابنا وطفولتنا كلها. مبنى عريق وعظيم جدا، كان قصر بتاع احد الاغنياء زمان قوي، وكان ليه وكاله جنا بيحط فيها بيقعد فيها الشغالين بتوعه حاجات زي كده. وهنا المتحف الاسلامي اللي هو الاول سموه المتحف العربي. المتحف ده احنا كنا نجيه واحنا صغيرين كده لانه دي منطقتنا باب الخلق. عملوا له ملحق اللي هو الملحق اللي انتوا شايفينه ده، ده اتعمل سنة 2010 يعني. وده مبني الحقيقة معمول بشكل ممتاز بحيث انك ما تقدرش تفصله عن الجزء القديم اللي هو اتعمل سنة امتى؟ 1903 حسب الأوراق يعني. لكن فكرة المتحف موجودة من زمان. موجودة من أيام عمك الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل فكر في الحكاية ديت. في 1800 حاجة و60 63 حاجة زي كده. فكر نعمل متحف. وبعدين يعني مشيت الأمور بس ما عملش حاجة، ما عرفش. جه بعد كده ابنه توفيق سنة 1880 بدأ يعمل المتحف. في باشا اسمه فرانتز كان مهتم جدا بالعملية دي. فراح جمع 111 قطعة وعمل مكان صغير كده في جامع الحاكم بأمر الله، لأنه كان القطعة دي موجودة في المسجد الحاكم ولما حاجات وعمل حاجة صغيرة كده. لغاية ما في عهد عمك، احنا عندنا اتنين عباس، في عباس جاي كنا بنستناه بنخوف فيه الحكام، وفي عباس لا بنحبه ولا حبنا واتقتل من بدري خالص اللي هو عباس الأول. عباس حلمي التاني ده كان راجل كويس، يعني ليه مواقف كويسة احنا نقدرها جدا. هو اللي عمل المتحف في عهده في سنة 1903، عمل المتحف اللي هو ده يا راضي. تعال بقى اعكس كده، ده اتعمل 1903، حطوا فيه بقى مقتنيات إسلامية وافتتحوه في ديسمبر 1903 وتم الاعتناء بيه. فبقى ايه بقى؟ بقى فيه حاجات موجودة من الأندلس، من الصين، من الهند، من طبعا جزيرة العرب، من مصر، من المغرب، من إيران، من كل الدول لموا شوية مقتنيات مهمة جدا. في حاجة تخص مملوك اسمه غبن، وفي سيف، وفي جلابية سحرية كانوا بيلبسوها الحكام في الحروب عشان تحميهم، وان كان ما حميتهمش ولا حاجه لدرجه ان الجلابيه اللي هنشوفها دي عليها دم اخر واحد لبسها اتقتل فيها. وفي حاجات مفتاح الكعبه المشرفه موجود في جزء من كسوه مقام النبي الشريف، في جزء من هذه الكسوه زمان كانوا بيحطوا عليه كسوه وما زال بيحطوا عليه كسوه، بس احنا ما بنعرفش حتى ازاي ما حدش بيخش الاوضه. في حاجات كتير جدا، في سيف محمد الفاتح. محمد الفاتح ده اللي كل من ايام ما بدات الدوله الاسلاميه تمتد تتحرك بره بعد وفاه الرسول، وفي حديث للرسول بيقول اللي هيفتح القسطنطينيه خير امير وخير جيش. من ايام معاويه هيتجننوا ويفتحوا القسطنطينيه، ما حدش فتحها غير محمد الفاتح. سيفه موجود، سيف تومان باي موجود، حاجات كتير جدا هنشوفها في هذا المتحف الجميل اللي اتأسس سنة 1903، وفي سنة 1950 سموه المتحف الإسلامي. قبل كده كان اسمه المتحف العربي، ثم في 1951 سمي بالمتحف الإسلامي. تعالوا نتفرج على حاجات هتعجبكم جدا. Thank you.
بنتكلم المتحف لما بدأوا أسسوه كنا بنتكلم في 111 قطعة، دلوقتي احنا بنتكلم في 100,000 قطعة. فعشان احكي لكم حكاية كل قطعة عايزين نقعد هنا مثلا حوالي 3 سنين، فإنما احنا هناخد لمحات عشان انت حضرتك بقى وحضرتك تيجي تتفرج، ده باب الخلق في وسط البلد يعني، وهو مكان يعني ممتع ومعمول بعناية شديدة جدا جدا. وبالنسبة للناس كبار السن مفيهوش سلالم خالص، يعني هم سلمتين بنطلعهم دول بس، والمعرض كله المتحف كله عبارة عن قاعة واحدة كبيرة جدا. لكن أجمل ما في الموضوع إنك أول ما تخش تلاقي باب مسجد الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي، ده باب المسجد بتاعه، هم الضرفتين هم. فدي بداية عظيمة جدا لما يحطوا أول حاجة باب مسجد الإمام الشافعي. ده الباب لما اتبنى المسجد كان الباب بتاعه. شوف كانوا بيعملوا شغل عامل ازاي. الباب تحس انه متبطن بالجلد. يعني تحس ان ده جلد من كتر الحلاوة. ثم اللي انت لما بتيجي يعملوا بيسموه ايه؟ الحاجة الاساس، واحد يحط حجر الاساس فيروح حاطط يافطة. فدي يافطة بناء القلعة. كنت شرحت لحضرتك قبل كده ان صلاح الدين ايوبي جه وامر ببناء القلعه لكنه ما عاش فيها ولا دخلها ولا شافها، عم قرأوش قام بالواجب وبنى وعمله، وبعدين صلاح الدين طلع في الشام ومسنت بعديها بشويه ما جاش القلعه. لكن ده نص الافتتاح مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، امر بعمله السيد الاجل الملك صلاح الدين والدنيا. وهنجيب لكم النص كله. دي الحجر الاساس بتاع القلعه. اما اللي فوقيها ده شعار فتره او شعار صلاح الدين الايوبي اللي انتم شايفينه ده. ده شعار صلاح الدين الايوبي. طيب نيجي بقى نلاقي باب هنا برضو تحفه. الباب التحفه اللي انتم شايفينه ده معرفش ازاي كانوا بيعملوا البابان بالحجم ده في العصر ده، ازاي يعني؟ الباب ده باب ضريح ومسجد عمك الصالح نجم الدين ايوب. يعني هو عمله؟ لا، ده بيقولوا شجره الدر هي اللي امرت بعمل الباب ده. يعني شوف بتشوف لما تقرب، على فكره فرق كبير جدا لما تشوف الحاجه على طبيعتها ولما تبقى شايفها في التلفزيون. الباب فيه نمنمات وشغل، حاجة يعني ده عملته إكراما لزوجها الصالح نجم الدين أيوب. ولسه هنمشي في المعرض ونشوف حاجات كتير. يلا بينا. شوف هنا اشاروا لي هنا الاساتذه في المتحف ان القطعه دي قطعه مهمه جدا. دي قطعه تظهر فيها السيده العذراء مريم عليها السلام وهي بتستلم جثمان السيد المسيح وهو نازل من على الصليب. الجزء الثاني بتاع الرسمه دي موجود في متحف في اتينا. دي موجوده من العصر الايوبي. بيقول لك القطعة دي كرسم، وبعدين الجزء الثاني بقى فيه كمان التلاميذ ومنهم يهوذا طبعا الخائن بتاع المجموعة. الصورة دي بيقول لك انه فنيا يعني حاجة نادرة من حيث الصناعة والرسم والمواد المستخدمة وزي ما انتم شايفين بقية الحاجات الإشارة دي حاجات يعني مذهلة بصراحة. يعني عشان احكي لكم بقى كانوا بيعملوها ازاي بتاع قصة طويلة، بس شوفوا ده من أيام العصر الأيوبي.
بقى دلوقتي في جناح بيدي فكرة عن العصر المملوكي. أول حاجة السلطان الأشرف قايتباي، ده بقى إيه الختم بتاعه؟ أعتقد إن دوت يعني خشب، خشب يعني عز السلطان الأشرف مش عارف إيه، أبو مش عارف إيه قايتباي عز نصره، يعني سيبوكم الكتابات والحاجات دي، بس حاجة مش معقولة. يعني تعالوا بوريك حاجة لطيفة قوي، العلبة اللي انت شايفينها دي اللي فيها شغل مش معقول، زي ما انت شايفين فيها، هي فيها ثلاث فتحات، كل فتحة فيها الخطوط ديت. الخطوط دي بتبقى عبارة عن 10 خطوط، يعني بتشيل 10 كتب اللي هم 10 أجزاء من المصحف. فلما يبقى دي فيها 10 ودي فيها 10 ودي فيها 10، تبقى دي علبة المصحف. شفت انت المصحف بقى قد ايه دلوقتي؟ بنقدر نشيله في حاجة قد كده. ده كان المصحف، علبة المصحف زمان، كل جزء من الشكل اللي هو السداسي ده ولا السوماني ده ولا مش عارف ايه، ده كل حتة فيها بتشيل 10 أجزاء، وده يروح قافله كده. ودي برضو علبة مصحف، ودي زي ما حضرتكم شايفين، شوفوا اللي بيعملوا شغل الحقيقة ده في أيام العصر المملوكي. شوفوا المشكوات بتاعتهم مميزة جدا، يعني ما أظنش إن حد بيعرف يعمل الشغل ده دلوقتي. يعني إزاي حافظوا على الحاجات ديت؟ يعني والله العظيم شيء رائع إن إحنا حافظنا على الحاجات دي. لو شفتوا الشغل الدقيق، أنا عايزكم تشوفوا المشكواتكم شوية كويس، لأنها معمولة بطريقة بديعة. ده إحنا في العصر المملوكي، المماليك. شوفوا الإشاني كانوا بيعملوه إزاي، أو السيراميك بقى. ما زلنا في العصر المملوكي وبقى شغل النحاس. أهم حاجة في المنطقة دي القطع النحاسية دي، دي أمر يعني عملها السلطان قايتباي. دي إيه؟ عبارة عن إيه؟ ده بتاع تقعد الأرض كده، العمود التخين ده حط فيه شمعة كبيرة، يوم يبقى زي عمود النور اللي في الشارع منور جامد. بس هو أمر بعمل دول عشان يتحطوا في المسجد النبوي الشريف، زي ما انتم شايفين القطعة دي مكتوب عليها الكلام ده، إنه أمر بصنع دول عشان يتحطوا كده ويتحط فيهم شمع كبير، تقوم الشمعة تقعد يوم بحاله أكتر، ليل طويل يعني، عشان تضيء المسجد النبوي الشريف. احنا بنقول الحاجات دي وبنقول ديت، يعني عشان ده شيء عظيم جدا انه عمل كده. بفرجكم بقى كمان حاجة لطيفة، بس مش عايزك تقرش في دماغك، أول ما تشوفها ما تهرش في دماغك، لأن هي دي العادة على طول، أول ما تشوف البتاعة دي تلاقي نفسك هرشت على طول. دي الفلاية بتاعت زمان. على فكرة لقيتها في حتة قريب واشتريتها هدية لبنتي، كانت سكار يعني، دي فلاية كنا نشد الشعر. بس بقى ايه قالوا لي انا زي اخواننا الافاضل ان اللي فوق دي بتاعت الدق. شوفوا يعني حبوا النظافه، نظفوا دقنهم، ودي فلايات للشعر. بس طبعا دي مش فلايات بقى، احنا بنعتبرها فلايات، انما دي المشاط بتاعت زمان، المشط بيسرحوا بيه شعره، انما احنا دلوقتي اعتبرناها فلايات. طبعا هرشت في شعرك، اوكي. اللي مدورين دول المرايه، يمسك المشط والمرايه. وادي يا سيدي المكحلة، وادي يا سيدي العطر، يا ولا احط العطر منها. يعني عايز اقول لك انه الانسان طول عمره يحب الألاقة، زي ما انتم شايفين الحاجات، الخزف ده كله، ده مصري على ايراني على، والصناع كتبوا اساميهم بيمضي زي نابليون كده، ما ساب الحرب كلها وقعد يمضي على الاطباق، هم هنا كانوا بيمضوا على الحاجات. ده احنا في العصر المملوكي، اعتقد ان احنا لسه في العصر المملوكي، لسه في العصر المملوكي.
في المماليك وزي ما انتم شايفين كل حاجه فيها تفصيله وليها حكايه. يعني اللوحه دي مثلا تعرضي كده، اللوحه دي تشوفها كده تحس انها مكتوبه بكره مش النهارده، مكتوبه بكره من كتر ما هي بتلمع. خش على الاراضي من كتر ما بتلمع، واتاري الراجل اللي عملها عملها بالغرض ده. لا شرف اعلى من الاسلام، ده المكتوب، لكن عملها بغرض انه قال لك انا هعمل لوحه تفضل يعني مضيئه كده، وتبقى انها كانها معموله في نفس اللحظه، وفعلا معموله من سنين طويله جدا وفضلت بهذا الشكل. انا قدامي هنا شويه بقى مجاميع خشبيه رائعه، من ضمنها منبر. وزي ما انتم شايفين هسيب الكاميرا، ولقيت دكه مش من الاثار، دكه عاديه هقعد عليها. ده بنتكلم من المماليك للعثمانيين. زي ما انتم شايفين دي ابواب، ودي في مشربيه. ده المنبر ده بقى عاملاه الاميره تتر او تتر بقى، يمكن ما اعرفش اسمها بالتشكيل ازاي، بنت الناصر محمد ابن قلاوون، وده محتفظين بيه. يعني انا محتاج انك انت تبص على المشربيه دي وتشوف يا ترى مين كام واحده قعدت ورا المشربيه دي تحلم بحاجات كتير، وتشوف حاجات في الشارع، وتشوف ابو شريطه حمراء وابو شريطه خضراء اللي احنا شفنا عنهم حاجات في الافلام، دي حاجات حقيقيه. في ناس ورا المكان ده قعدوا وعاشوا حياتهم وماتوا، وجي ناس تانية وعاشوا حياتهم وماتوا، وجي ناس تانية وعاشوا حياتهم وماتوا، وبعدين في الآخر مشيت الدنيا. أنا هتعلقها لنا على الحيطة كده عشان لو اعتبرتها قطعة خشب معمولة بشكل كويس يبقى أنت ظلمتها، وظلمت كل ست قعدت وراها تفكر. ممكن تسأل نفسك يا ترى الست اللي كانت قاعدة ورا المشربية دي كانت أسعد من الست اللي خارجة في الشارع دلوقتي بتشتغل؟ مين فيهم أسعد؟ هل الست دي ولا الست اللي احنا موجودة في عصرنا؟ كام أحلام أجهضت ورا المشربية دي؟ عشان خاطر تبقى عارف إن احنا كمان كلنا في الحياة قاعدين ورا مشربية زي دي، قاعدين نبص على أحلامنا كده، اللي بيقدر يحقق، واللي بيسرق عشان يحقق، واللي بيعتدي على حد تاني عشان يحقق، واللي بيموت وما بيحققش أي حاجة. الشرف دي يمكن أهم قاعة من حيث العبق ومن حيث الروحانيات في هذا المتحف. أولاً إحنا بنبدأ بمصحف من العهد الأموي، هم كاتبين هنا القرن الثاني، بس أنا أظن إن هو القرن الأول، لأن القرن الثاني ده بالنسبة للأمويين كان ما فيهوش حاجة، كان فيه يعني خراب مستعجل. الدولة الأموية كانت تقولها وعظمتها في عظمتها الفتوحات والحاجات دي، مش بنتكلم على عظمة تانية، كانت في القرن الأول. المصحف ده منقط، في تنقيط. جنب المصحف في باب، ده باب مسجد السيدة زينب، ده عامله واحد صانع يهودي، وبيقول لك إن ده أكتر باب في العالم فيه شغل فضة. كمان في نفس القاعة، تعالى راضي، فيه ده مفتاح الكعبة المشرفة، أنا أول مرة أشوفه في حياتي، كنت أشوفه في الصور بس، أول مرة أشوفه. أنتوا عارفين طبعا سيدنا محمد يوم الفتح، فتح مكة، فراح أين بني شيبة؟ أو في اسم تاني ليهم بس هم بني شيبة. فقالوا الكبير بتاعهم قال له خذوا، لا يأخذه منكم إلا ظالم. الفتح ده حصل من سنة كام؟ سنة 8 هجري، يعني بقاله دلوقتي 1433 سنة.
والمفتاح مع بني شيبة. لغاية اللحظة دي محدش يقدر يخش الكعبة من جوه مهما كان، ولا أي حد لا في المملكة ولا في غيرها إلا بإذن من بني شيبة، لأن سيدنا محمد قال لهم لا يأخذوا منكم إلا ظالم، فمحدش قرب لحيطه خالص. طبعا المفاتيح اتغيرت والبباني اتغيرت، لكن ده نموذج لمفتاح الكعبة اللي موجود مع بني شيبة. نيجي نغسل الكعبة يجي كبير بني شيبة بنفسه يحدى يعمل الغسل على نفقته مسؤوليته. نيجي نصلح أي حاجة من جوه في الكعبة بني شيبة، الكعبة من جوه ومن بره تبع بني شيبة من 1433 سنة. تعالوا بقى نرجع للمصحف، وفرصة ان انا اقول لحضراتكم يعني المصحف ده هما بيقولوا ان هو منقط، بس انا شايف فيه نقط بسيطة قوي. اللي ما عندوش فكرة عن حكاية المصحف الشريف والجامع بتاعه هديك فكرة بسيطة. هو اللي حصل ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وضع المصحف على اشياء كثيرة جدا، على جذوع النخل وعلى الجلود وعلى العظام وعلى حاجات كثيرة جدا تكتب الايات. كان عليه الصلاة والسلام ينزل الوحي، عشان تعرفوا ازاي المصحف اتعمل، ينزل الوحي فيقول مثلا الوحي مثلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش، يوم يجي سيدنا الرسول ياخد الآية ويروح نازل يقول اكتبوها، دي اظن في سورة غافر، اكتبوها ما بين هذه وتلك، حطوها في كذا حطوها في كذا، الآية تتحط مطرحها. الآيات اللي محطوطة في القرآن ديت آيات محطوطة إلهية، مفيش حد يقدر يفتح بقه. السور كاملة من أولها لآخرها وضع إلهي. أما تسمية السور ففيها كلام، لأن بعض الناس قالوا إنه كان سيدنا النبي يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب تبقى سورة البقرة أو كذا وهكذا وهكذا. فالتسمية فيها آراء. الجامع سيدنا محمد جمعه وراجعه مع جبريل عليه السلام مرتين في رمضان الأخير اللي قبل أن ينتقل الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى. فضل كده متجمع كده خلاص. فعاد أبو بكر نجمع المصحف خاف، لكن قالوا طب نراجعه ومش عارف إيه. وبعدين الفعل الدقيق اتعمل في عهد عثمان بن عفان، إن هم لقوا بقى في قراءات فيها خلاف وفي كلام بيتنطق بطريقة وكلام بيتنطق بطريقة، فراحوا سيدنا عثمان فقال لأ هاتوا بقى المصحف فين هو، قالوا عند حفصة بنت عمر بن الخطاب وزوجة النبي وأم المؤمنين. جابوا المصحف من عند حفصة وعملوه وظبطوا المصحف باللي احنا معانا دلوقتي، سمي مصحف عثمان. قال بقى كل واحد عنده أي حاجة مكيلدة أو عظمة مكتوب عليها قرآن يحرقها خلاص، هو ده المصحف. بس عمل منه 4 أو 5 نسخ، حط نسخة عنده في المدينة ونسخة وداها أظن مكة وبعدين نسخة الشام وبعدين نسخة في مصر، يعني وزع نسخ في الأماكن الرئيسية. بقى هو ده المصحف اللي ممكن يستنسخ، يعني ناس تقعد تكتبه ويبقى ده المصحف. ظل هكذا إلى فترة تانية بقى لما دخل ناس مش عرب في الدين الإسلامي مش عارفين يقروا، لأن هم المصحف مش متنقط، العربي يقرأ بالفطنة. يعني بص الكلمة كده، كلمة مثلاً يعني مثلاً يعد، أنت تقراها يعد، هي ممكن تبقى تعد، حط نقطتين فوق مش تحت، أو أي حاجة في الحروف ما فيش نقط. فهنا ظهر أبو الأسود الدؤلي ومعاه ناس تانيين في عهد عبد الملك المروان ونقطوا المصحف اللي هو في ايدينا دلوقتي. ده باختصار، ما حدش بقى لمس المصحف بعد كده. في بقى حكايات كتيره جدا جدا في جامع المصحف احنا ما لناش علاقه بيها، يمكن في يوم من الايام في مكان اخر نقدر نقول الكلام ده، لكن هو ده المصحف اللي في ايدينا حاليا اللي هو بنسميه مصحف عثمان. ليه؟ لان عثمان اول من جمعوا بين دفتين وقال هو ده بس ما فيش غيره. اي حد بيقول حاجه تانية حتى لو كانوا يختلفوا في كلمه يوم يقول اكتبوها بلغه قريش لانها هكذا نزلت، وعملوه بدقه متناهيه. فده بس تجميع المصحف. تعالوا بقى نشوف مفتاح الكعبه انا حكيت لكم عنه، وده
الباب اللي هو يعني هو يتحدث عن نفسه. زي انا بقولت لكم قبل كده انها الوردة. فده باب مسجد السيدة زينب. يا سلام. السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب. يعني تبقى بنت مين؟ قول معايا. تبقى فاطمة الزهراء. مظبوط. تعمل لها الباب العظيم دوت. وصنعه صانع يهودي. هنخش بقى في الايه؟ في الذهب والالماز واللازم منه. شوف يا سيدي، دي قارورتي عطر محطوطين على تسريحه لخالتك الامبراطوره أوجونين لما جت هنا عشان قناه السويس. ف جوز خالتك الخديوي اسماعيل عملهم لها، حطهم لها تسريحه. يعني دول مش هدية، ما خدتهمش وهي ماشية، لأن دي حاجات بالنسبة لها تافهة. إنما حطهم لها تسريحة ويمكن يكون حاطط لهم فيها كولونيا الشبراويش ولا حاجة، الله أعلم. أما ده فده بس عشان أقراه لازم أروح الناحية دي. ده مصحف كله بالذهب. الغلاف زي ما أنتم شايفين ذهب، والورق اللي جوه كله معمول بالذهب. ويقول لك حكاية المصحف ده يا سيدي، كتب هذا المصحف الكريم بخط السيد محمد نور الدين، وهو يعني إذن المصحف ده مكتوب بخط إيدي، وهو من تلاميذ حسين الوهبي أحد أشهر الخطاطين بمصر في منتصف القرن الـ13 هجري. ويرجع تاريخ المصحف لسنة 1241 هجري، وتتضمن، خلي بالك بقى، أول صفحتين زخارف نباتية ملونة، بالأولى سورة الفاتحة، وبالثانية أول سورة البقرة، والمصحف غلاف من الذهب الخالص. وقد نقل هذا المصحف إلى متحف الفن الإسلامي من قصر القبة. بيقول لك المصحف ده اتعمل بمناسبة جواز الملك فاروق من الست ناريمان، الملكة ناريمان، عشان ما حدش يزعل مننا. اما يا سيدي ده بقى النشان ده بالذهب الخالص اسمه نوت الرضا الذهبي للملك فؤاد الاول والملك فاروق. الرضا الذهبي لما يرضى عنك جلالته يروح لطخ لك واحد زي كده على كتفك. ادي يا سيدي، دي بقى قلاده، دي بقى قلاده من الذهب للملك فؤاد الاول. دي يا سيدي ميداليات بقى، دي بقى تحفة الحقيقة. دي تحفة زجاجية معمولة وكلها بالمية الذهب والذهب، حاجة يعني بس أنا مش عارف هي بيعملوا بيها إيه. بيمبونيرا، دي بيحطوا فيها الملبس. دي للشوكولاتة واللازم منه في عصر أسرة محمد علي. قاعة مسماة بقاعة الطب، واضح ان دي اواني يعني كانوا بيستخدموها الاطباء وحاجات زي كده. لكن بقى عندك القميص ده بقى، ده بقى ليه قصة في التاريخ بقى جبارة.
لو قربنا عليه هنلاقي عليه دم بالفعل. القميص ده بقاله يعني 200 وشويه سنه، القميص ده في عهد الدوله الصفويه اللي في ايران كان دم موجود اهو. ايه بقى القميص ده يا سيدي؟ موجود منه كتير، موجود منه حاجه 40 48 قميص. احنا عندنا منه هنا 5، في 4 تحت بيترمموا في المخزن وبيتظبطوا، وده الخامس. وفي في تركيا وفي في امريكا 3 قمصان اظن او حاجه زي كده متوزعين. ايه اللي بقى ايه ده؟ ده القميص اللي بعضكم طبعا كلكم شفتوا فيلم الفيل الازرق. فهو ده القميص اللي لبسه كريم عبد العزيز. فايه القميص ده؟ يقول لك ده بيعمل المعجزات. وده يلبسه، كانوا يلبسوه بقى ايه؟ تحت لبسهم، يعني مش يلبسوه فوق اللبس. يعني يلبسوا كده وبعدين يلبس عليه الدروع والبتاع وحاجات زي كده. وسحر بقى وحاجات، تلاقي فيه في ايات قرانيه مكتوبه فيه، وفي تفاصيل حاجات اللي هي بتاعت الشعوذه دي وبتاع. لكن قميص لدرجه ان في بعض الناس عملوا دراسات عن الحكايه دي، لان كانت في ناس مصدقه فيه جدا. وانت لما تيجي تبص لغايه النهارده ولغايه 1000 سنه جايه هتلاقي ناس مفيش فايده، تروح شمال تروح يمين بتؤمن بالحاجات دي. يعني ما زلنا لغايه هذا العصر ده اللي احنا فيه في ناس برضو بتؤمن بالحاجات دي، وتشوف الحاجات وتطالع والحاجات، يقول لك لا هروح مش هروح، هعمل مش هعمل. ده حكايه القميص. بس بقى اخر واحد لبسه اتقتل فيه، يبقى امال ازاي بيحمي؟ ازاي كانوا يلبسوه الحاكم طالع يحارب يروح لابس القميص. ملوك بقى كتير واسماء كتير مش هشغلكم بيها، بس ده كان حقيقي. يعني دوت مش اسطوره. وان كان الاساطير بيبقى فيها جزء من الحقيقه، انما قصه القميص السحري اللي يلبسه الانسان فلا يصاب بشيء ولا بمرض ولا حد يعرف يقتله ولا حد، ولازم جيشه ينتصر وحاجات زي كده. رغم ان ده ما حصلش في بعض المواقع، لكن حصل في بعض المواقع فقالوا ان القميص هو السبب. حكام كتير كانوا، ولذلك كانوا القميص ده يعني حاجه مهمه جدا ويتوارثوه. شوف بكلمك على قميص معمول من الكتان هو. يتوارثوه الاجيال. يعني ده يديل ده يديل ده يديل ده لغايه ما واحد خواجه انجليزي راجل متشائم بالقميص عايز يخلص منه. فاشترى منه بخمسة جنيه، بس كده 5 جنيه. والراجل مشكورا جاب القميص ده المتحف. اداه المتحف اهداء. فدي قصه تقول لك ان الخرافات جزء من تكوين الانسان. يعني جزء من تكوين الانسان، لانه دوت مش بنتكلم على مثلا ناس مش متعلمه، ناس ده بتكلم على ملوك وحكام كبار، يعني متعلمين كويس، تعليم كويس جدا على احلى اعلى مستوى. ومع ذلك ومؤمنين، يعني عندهم ايمان كبير بالسماء وبالله وكل حاجه. لكن القميص ده كالمخه. فبقول لك ان وصل الامر ان في دراسات معموله عن قصة هذا القميص وعلاقته بالإنسان. انك تشوف لما تيجي تلاقي ناس لغاية دلوقتي بتعمل كده تقول ده هي التركيبة الإنسانية فيها حتة تحب تروح كده لحاجة مش مفهومة وتتعلمها. فهذه هي قصة القميص باختصار. واللي عايز طبعا هيقرا هيلاقي بقى أسماء ملوك وناس وكتير وزحمة كبيرة جدا جدا ليه علاقة بهذا القميص اللي هو ده بقى من الدولة الصفوية اللي هي كانت في ايران في القرن ال 12 هجري 18 ميلادي. شوف مكتوب عليه زخرف القميص بتقاسيم بالمداد الاسود الحبر يعني والاحمر، مملوء بكتابات ايات قرانيه واسماء الله الحسنى وارقام للتبرك بها ودفع الاذى عن من يرتديه، على الرغم من ذلك الاعتقاد بخلاف ما اتفق عليه من نصوص الشرع الحنيف. بس يا سيدي لك ان تتامل بقى حاكم كده مالي طوله وعرضه وحاطط القميص ده من جوه عشان يحمي نفسه. دي
يا سيدي قاعة الفلك، في استرلابات كتير هنا اهي، وفي حاجات ودي ساعة دي، ودي ساعة اسمها ساعة الفيل، عشان بس تعرف ان الحاجات ان احنا لينا علاقة بالدنيا كانت قوية جدا. ما اعرفش ايه اللي عمل فينا كده. انت عارف الراضي ايه اللي عمل فينا كده؟ احنا كنا بنعمل حاجات حلوة قوي. راضي كمان مش عارف بصراحة، شغل في معمار وشغل في الهندسة وشغل في الفلك وشغل في الكولونيات وفي علب البونبونيرة، بونبونيرة عاملينها بالألماز والذهب. صحيح هي بتاعت الملوك، بس ده الشعب اللي عملها، الصناعية هم احنا. هي دي الفكرة، ان الحاجات دي بيعملها الملك والأسرة والناس الأغنية، لكن الصنايعي الحرفي الشعب مننا احنا، الحرفيين احنا. فده اللي احنا كنا فيه. عندك حرفي يقدر يعمل ده، يقدر يسر الحاجة ويعملها ويشكلها. شوف المتاع المعمول قدامي ده، الإشاني ده، احنا فيه غرفة او مكان الحياة اليومية. بيبدأوا بقى بايه من هناك كده، نروح من هناك نبدأ معاهم زي ما هم بدأوا. اولا اللي انت شايفينه فوق البني ده، ده اول عقد ايجار لبيت مكتوب. كان زمان ما بيكتبوش ولا حاجه، ده اول عقد ايجار مكتوب. انا مش عارف طبعا، مش هشوف، بس ممكن راضي يصور وتقروا حضراتكم مكتوب في ايه. هنا بتبدا بالعروسه، المساغ بتاعها، تلبس توضب زي ما انتم شايفين، الكردنات والحلقان، المراحل. وبعدين العريس بيجيب العقد. الاساور بتاعت زمان هي، الله، الأساور القديمة دي حلوة جداً طبعاً. كويس، حاجات متقلبة من بالزمان يعني. وبعدين ده الدفاية والحاجات اللي زي كده. وبعدين العروسة تبتدي بقى تتكحل وبتلبس، وبقى عجيب قوي أول مرة أشوفه الزهر ده، بتتزين بيه يعني، ما بتمشيش بيه. وبعدين أنا أمامي دلوقتي دعوة جواز جلالة الملك فاروق من الملكة ناريمان. قرب بقى عشان ده شغلك تقيل، تعالى لي بقى شوف الحلاوة دي. دعوة الجواز، شوف معمولة ازاي، ومكتوب فيها الملك فاروق والملكة ناريمان، لحضرتي صاحبي الجلالة مليكي مليكي وادي النيل، تذكار القران الملكي السعيد. دي دعوة الفرح. وبعدين بقدموا دعوة الفرح، والعروسة اللي بتلبس القباب وكله تمام. يلا بقى التمر والزمر والغنى بقى زي ما انتم شايفين، والشيشة بقى، حتة شيشة يا خبر ابيض. خش يا راضي، خش يا حلاوتك. شيشة مش معقولة، تحفة فعلا، تحفة. والطبل والزمر واللازم منه. تعالوا بقى نشوف حاجة جميلة جدا 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 جدا. هذه قطعة من الكسوة التي توضع على قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. تعرفين الحجرة الشريفة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبض في حجرة السيدة عائشة وهو مرض، واستأذن زوجاته، قال لهم اذنوا لي أن أمرض عند عائشة، عشان تعرفين هو كان كل يوم بيبقى عند زوجها عشان العدل. فقال لهم أنا عيان، فسيبوني أمرض عند عائشة، اسمحوا لي يعني. فسمحوا له وقبض في حجرة السيدة عائشة. فقالوا النبي يدفن مكان ما قبض، ما خرجش من الأوضة. وقلت لكم أنا الكلام ده قبل كده، يعني قبض وفضل مكانه. وجه سيدنا علي والعباس وبدأوا يعملوا عملية الغصن والحاجات دي كلها، وتمت الصلاة عليه وهو نايم زي ما هو. طب ازاي المسلمين دول كلهم دخلوا الأوضة؟ كانوا بيخشوا 7 8 10 حسب ما تساع الأوضة يصلوا،
ويمشوا. لذلك قلت لكم هي الصلاة اللي من كانت من غير إمام، صلاة الجنازة ما كانش ليها إمام، وكأن الإمام كان الرسول صلى الله عليه وسلم. دخلوا 10 يصلوا ويمشوا، وانتوا عارفين طبعا صلاة الجنازة اللي فيها سجود ولا فيها ركوع، 10 يصلوا ويمشوا 10 سنة. ثم ظل الرسول وحفر سيدنا علي اللحد ووضع فيه الرسول، بعدين قبض أبو بكر فنام جنب الرسول، ثم عمر بن الخطاب فنام جنب الرسول، والأوضة متى لم تسع أكثر من هذا واتقفلت. فكان زمان، وأظن لغاية دلوقتي بس احنا ما نعرفش التفاصيل، بالمكان بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام كان عاملين حاجة مقام صغير كده، وكان بيتغطى بالقماش ده الكعبة، فدي قطعة من الكسوة اللي كانت بتتحط على قبر الرسول. دلوقتي هم عملوا رخام وحاجات زي كده، بس أعتقد برضو ما زال على مقام الرسول فيه وماشي. لكن السعودية بتقوم دلوقتي عاملة مكان مخصوص، مكان شغلته بس يعمل كسوة الكعبة طول السنة. فدي حاجة حلوة جدا تعمل كده، تغسل لك نفسيتك وانت بتتفرج عليها. أفرجكم على حاجة منطقية جدا بقى. بقول لك إيه يا سيدي، دي التركيبة أو اللي إحنا بنقول عليها المقام اللي كان عند سيدنا وسيدك الحسين، يعني سيد الشهداء وسبط رسول الله، ده اللي كان موجود في مقام سيدنا الحسين لما اتعمل. ده بقى ليه منطقي؟ أقول لك بقى ليه بقى، لأنه هو صغير. فحتى لما تروح دمشق، ربنا يوعدك بزيارة سوريا العزيزة، وتروح دمشق وتروح المسجد الأموي، هتلاقي برضو إيه مكان صغير كده يقول لك هنا رأس سيدنا الحسين. لأن أنتوا عارفين إن الجسد الشريف موجود في الكوفة، عند نواحي جنب كربلاء، يعني في الكوفة مدفن كبير جدا، جامع كبير فيه جسد سيدنا الحسين. الرأس بقى هي اللي فيها كلام، الرأس الشريف هي اللي فيها كلام. فده يبقى يلايق على فكرة إنها بس فقط رأس سيدنا الحسين. تعالوا بقى هوريكم حاجات كمان لطيفة جدا. في مصحف عجيب مدهش، أكتر من مصحف مدهش. يعني مثلا ده يا سيدي، معرفش ده هنجيبه إزاي، ده أصغر مصحف أهو. بص اللي جوه ده، ده أصغر مصحف، ما شفتش بالحجم ده خالص. وبعدين في مصحف اسمه مصحف الرول، يعني مصحف عامل زي الرول كده، هو موجود هنا اهو، عبارة عن رول ورق كده، يعني تلفه كده زي بتبقى دايرة كده اهو. أما هذه فهي صورة النبي. مرة الأستاذ لويس جريس، كنا صباح الخير، فالأستاذ أحمد هاشم الشريف الله يرحمهم بقى جميعا، قال له أنا عايز أكتب حاجة بمناسبة مولد النبي اسمها سورة النبي. خد ده الكلام اللي قاله سيدنا علي، وفي كتب كبيرة فيها وصف تفصيل لسيدنا محمد. فنزل الأستاذ لويس إعلان في صباح الخير، الأسبوع القادم تنفرد صباح الخير بنشر سورة النبي. راحت المطبعة واقفة، قالوا ايه ده؟ ده هينشر سورة النبي. طبعا هو كان هينشر هذا الكلام، محدش يجرؤ ان هو يعمل صورة، لانك انت تقدر بالكمبيوتر تقدر تاخد الكلام ده عايز اشوف علي بن ابي طالب رضي الله عنه، كان اذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة بين من القوم. وهكذا بقى تقرا التفصيل، هنحطه لكم على الشاشة. حاجة ممكن وانت بتقرا ما تعرفش معنى الكلمة، لكن تلاقي نفسك غصب عنك جسمك أشعر. تقول لي ازاي؟ أقول لك ما أعرفش. يقرا كده الكلام وانت مش عارف، لكن هتلاقي نفسك حاسس بإحساس جميل جدا. Thank you.
قاعه النقود والسلاح. فكره هنا في المعرض فكره جميله يعني اللي عملوها في المعرض، عشان يقول لك ان النقود هي اساس الدوله، قيمه عملتها العمله، والسلاح هو القوه، الاثنين دول اهم سلاحين لكل دوله. والزلعه دي حطيتها برضو عشان الناس زمان كانت تحط الفلوس في الزلعه كده وتخبيها تدفنها في الارض. هنيجي بقى ايه، دي النقود من قبل الاسلام اللي اول صف ده، ثم تبدا مننا بقى مراحل الاسلام الاول، ثم في عهد الدوله الامويه هنلاقي بقى هنا الخليفه عبد الملك بن مروان هو اول واحد سق الدينار العربي. قبل كده كانوا بيتعاملوا بالفلوس بتاعت الفرس وبتاعت الرومان وكده، انما اول واحد سق عمله تك كتب عليها لا اله الا الله كان عبد الملك بن مروان. وتتوالى بقى العمله في زي ما انتم شايفين في التطوير، بتكبر بتبقى احسن، بتبقى اسمك لان قيمتها بتبقى احسن زي ما انتم شايفين بنلف اهو. ودي بقى العمله بالتفصيل لغايه ما بنوصل لعمله الملك فاروق. شوف بقى الجنيهات الذهب هنا في عهد الملك فاروق، دي النقود العثمانيه، دي نقود عصره محمد علي. نشوف بقى الجنيه عامل ازاي والفلوس عامله ازاي. دي عملات ذهبيه فئه 1 جنيه وخمس جنيهات ذهبيه عصر الملك فؤاد. ثم نذهب الى السلاح. ايه بقى يا سيدي؟ عندنا سيوف طبعا بكل الانواع وخناجر وحاجات، لكن يهمنا هنا ثلاث سيوف. السيفين اللي مكتوب عليهم دول ايات قرانيه، دول الاولاني بتاع قنصور غوري والتاني بتاع تومان باي. بتاع تومان باي مش بتاع خالد نابولي، بتاع تومان باي، وعمل الشخصيه رائع الحقيقه. ثم السيف ده بقى، ده اللي اتكلم عنه سيدنا محمد، مش على السيف، عن صاحب السيف. ده سيف محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينيه، لو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال يفتحها اعظم امير واعظم جيش. ففضلوا المسلمين كل واحد يجي يقول عايز افتح القسطنطينيه، عايز افتح القسطنطينيه، لغايه ما فتحها واحد عنده 25 سنه. لكن في الاخر للاسف يعني سموه، لكنه بطل كبير جدا جدا وعظيم، كان مغوار. اشهر السيوف طبعا انتوا عارفين السيف اللي هو ذو الفقار، اللي هو شبه السيف ده بس مفتوح شويه واسع شويه، وهو سيف علي بن ابي طالب. السيف اللي محدش قدر يعمل له حاجه ابدا، طالما هو في المعركه يبقى فيه انتصار وخصمه مقتول مقتول، سيفه تلاقيه مفتوح كده شبه السيف ده، كان سيف سيدنا علي بن ابي طالب. أمام تحفة تعتبر من أهم التحف الإسلامية في العالم كله. هو عبارة عن إبريق، لكن البوز بتاعه اللي بينزل مية هو ديك، فهو يرمز إلى إشراق الفجر عندنا إحنا كمسلمين، إنما عند ديانة الزرادشتية ممكن يرمز إلى النور. لكن الإبريق ده لقوه في المكان اللي اتقتل فيه مروان بن محمد آخر خليفة أموي، فهو ينسب إلى مروان بن محمد. الإبريق فيه حاجات تفاصيل يعني وكلام كتير جدا عن هذا الإبريق ويعني قيمة الإبريق نفسه. وهو زي مكتوب هنا إبريق ينسب إلى الخليفة الأموي ومروان بن محمد الثاني، صنع من البرونز المصبوب، ويعتبر من أهم التحف. مروان محمد ده خليفة تقريبا كان بيعمل حرب كل ثلاث ساعات،
يعني كل 3 ساعات بتقوم عليه طائفة. طب ده آخر خليفة أموي وده هرب وجه مصر في أبو سير واتقتل هنا، وجم قتلوه هنا، قتلوه بطريقة بشعة جدا. طبعا اللي قتلوه جزوا دماغه، بيقول لك إن اللي معاه اتلفتوا كده يعملوا حاجة، لقوا القطة بتاكل لسانه، كانوا مبسوطين يعني بالقصة دي. كان في قسوة فظيعة، مش كان هي بس شكلها اتغير، يعني شكل القسوة اتغير. فمروان بن محمد حاكم أنا أحب جدا أحكي عنه، لأنه تعرض لمحاولات اغتيال ومحاولات احتلال ومثورات، والدولة الأموية اتفككت في عهد مروان بن محمد 900 ألف حتة. ولذلك هو كان يعتبر خليفة آخر واحد. بعدين جه مين بقى؟ الدولة العباسية. انت لما تيجي تشوف انه الدولة العباسية اول واحد فيها كان اسمه السفاح، اول خليفة، وبعدين جه بعديه اخوه ابو جعفر المنصور، ده حكم حوالي 25 سنة، وده اللي اسس مدينة بغداد. وده كان راجل له ما له وعليه ما عليه، لانه عمل دولة قوية وعمل حضارة في هذه الدولة وعمل ترجمات كبيرة جدا جدا، لكنه كان قاسي، كان قلبه. ولكن يبدو ان دي صفة الكرسي، يعني يبدو ان القسوة دي صفة الكرسي وصفة الحكم. بس يا سيدي، فانت لما تبص للإبريدة تبص له كده وتشوف فيه جماليات وتشوف فيه قسوة برضو، يعني ازاي الراجل اللي كان يملك الإبريق ده معمول له عشان يتوضى منه، يشرب منه، يعني اي حاجة. قتلوه هذه القتلة الشنيعة، مروان ابن محمد. فاضل لنا هنا في المعرض عمك غبن الطبق. صدق ان هما قطعوا الراجل، قطعوا ايده وبعدين قطعوا لسانه وبعدين حطوهم في الطبق، وطبق طبقنا طبق طبقكم. اه يا سيدي، الطبق اهو، طبق طبقنا طبق طبقكم. اللي الطبق لسه ما جاش؟ لا، دي طبق كويسه دي. سيدي هنقول كلام عن هذا الطبق عشان يكون مسك الختام. كان يا مكان في سالف العصر والأوان حاكم اسمه الحاكم بأمر الله، كلكم عارفينه، وانتوا عارفين ان هو كان بيمنع الملوخية والحاجات دي كلها. وعلى فكرة الحاجات دي عايزة إعادة نظر من حضراتكم، لان احنا لما قرينا اكتر وفهمنا اكتر لما كبرنا شوية كنا سمعين عن الحاكم اللي منع الملوخية واللي الناس ما تخرجش وبطل يعمل الأبائيب بتاع الستات والشباشب والحاجات دي كلها. افتضح ان في وجهة نظر كانت كبيرة في الحكاية، ان السمك اللي هو منعه دوت كان سمك ملوش قشر مش كويس، وانه الاكل دوت كان فيه حاجات فيه مضرة، فده كان بيعمل حاجة صحية، وانه الستات ما كانش عايز يخرجهم في الجنازات اللي احنا دلوقتي بنحاول نقول لهم ما تحضروش الجنازات، نفس الفكرة، كانوا بيلطموا وبيعملوا حاجات مش كويسة، يعني فيها إعادة نظر. لكن في سالف العصر والأوان كان عند الحاكم ده ولد صغير اسمه غبن، حبه الملك خالص الحاكم بأمر الله. تعرفين الحاكم بأمر الله حكم أكتر من 20 سنة، وبعدين رقاه بقى هو أهم واحد في المملكة بتاعته كلها مصر، أهم واحد اللي هو قائد القوات اللي هو عمك غبن ده، وهو اللي بينفذ كل تعليمات الحاكم بأمر الله. اعمل كذا يا غبن، اعمل كذا يا غبن، اعمل كذا يا غبن، اعمل كذا. وبعدين يا سيدي فجأة ما نعرفش ليه، وانا هحاول اعرف، اوعدكم ان احاول اعرف، ان الحاكم بامر الله، خلي بالك الحاكم بامر الله ده ناس تقول لك انه كان مجنون وكده، لا ده كان على فكرة في حاجات كويسة. كان الحاكم بامر الله يمشي بالليل يركب الحمار بتاعه
مش الفرس، ويمشي عسعس بالليل في المدينة يشوف أحوال الناس منفردا، يعني مطمئن 100% ان محدش هيزعل، محدش زعلان منه ولا حد هيأذيه. يركب حماره منفردا هو والحمار بس، اذا اعتبرت الحمار كائن معاه طبعا فيبقى هما اتنين هو والحمار، يلفوا في المدينة كلها يعسعس على احوال الناس. فجأة الحاكم بأمر الله قلب على غبن ده فقطع له ايده، وبعد شوية راح قاطع ايده التانية حطها في الطبق ده، وبعد شوية راح قاطع لسانه وحطه في الطبق ده. طبعا قبل ما يقطع دماغه كان غبن توكل، وراح برضو قاطع دماغه وحطتها في الطبق ده. يا ترى ليه الحاكم بأمر اللي عمل كده؟ ايه اللي هيجاوب؟ ليه عندنا جايزه برنامج باب الخلق؟ هنديله الطبق، هنديله الطبق، يحط عنده تذكار. بس يقول لي ليه يقطع ايده الشمال الاول او ايده اليمين، وبعدين يقطع ايده الثانيه، وبعدين يقطع لسانه؟ ولولا ان الراجل ربنا انقذه بانه مات كان قطع دماغه، وان كان قطعها بعد ما مات. ليه عمل كده؟ انا بقى ايه؟ بصراحة ما عنديش إجابة، لكن احنا عملنا لكم جولة جامدة النهاردة في متحف الفن الإسلامي، واللي هيقول لي جواب على حكاية الطبق ديت انا هستأذن مدير المتحف واني اجيب له طبق زيه. Thank you.